كانوا خمسة لما وصلوا فجرا ذات يوم من شتاء العام 2007 إلى باداخوس، البلدة الإسبانية القريبة من حدود البرتغال. خمسة أفارقة تشي بإفريقيتهم بشرتهم السمراء، يحسبون موترين بعيدة الآن. أمضوا هناك ما يقرب من عام في مركز للمهاجرين المتسللين، وقد اتفقوا على أن لا يحدث بعضهم البعض عن تلك الأيام ولا عن القارب الذي كاد يعصف بحياتهم في مياه المضيق. ما يخشونه الآن أن يتم القبض عليهم وإعادتهم إلى مركز للإيواء. في ميناء موتريل تم تسجيل الخمسة في مركز إيواء للقاصرين. لم تكن معهم وثائق هوية، واعتمد الذي أدرج أسماءهم في السجلات على تصريحاتهم التي لم تكن لتكذبها أجسادهم الغضة. في مركز الإيواء تعلموا من الإسبانية ما قد يفيدهم اليوم. بتلقائية صار ماكسيم الذي يقول إنه من توغو زعيما لمجموعة الخمسة التي كان فيها أبدولاي القادم من مالي، ومامادو الذي يقول إنه من بوركينا فاسو، ثم إسحاق وبابكار ويزعمان أنهما من جنوب تشاد. كان ماكسيم يبدو أكبرهم حجما، ولعلهم ظنوا أن ما أوتيه من قوة في البدن قد تكون لهم حماية، وكان هو من نصحهم بالابتعاد عن مركز المدينة. وكذلك انتهوا إلى ضيعة كانت تطل على نهر غواديانا. كان الجو باردا ولم يكن ما يرتدونه من لباس ليقيهم لساعات البرد. تقدم ماكسيم نحو بوابة الضيعة، وما لبث أن تبعه آخرون. كانوا منهمكين في حديث صاخب، التفت إليهم دون أن يقول شيئا، ولكنهم فهموا أن عليهم أن يخفضوا أصواتهم. أطل ماكسيم عبر الشبكة الحديدية للبوابة، لم يرصد حركة حول المنزل الأنيق الذي يرتفع في منتصف المساحة التي تكسوها الخضرة. كان باباكار قد أدركه وألصق كتفه بكتفه، قال إنه يظن أن البيت غير مأهول. نظر إليه ماكسيم فسأله عما يدفعه إلى الاعتقاد بأن لا أحد هناك. ابتسم فظهر بياض أسنانه ثم قال: لو كان هناك أحد لسمعت نباح الكلاب. لعل ماكسيم لم يجد كلمة يقولها. ابتسم هو الآخر ومضى بنظره إلى ذلك البيت. لم يكن ليخفى على الخمسة أن أي عين لن تخطئهم إن ظلوا متكتلين عند باب الضيعة. صار يدور بذهن ماكسيم أن يتسللوا إلى الداخل ويبحثوا عن مكان يمضون فيه ما بقي من النهار، ولما لا يقضون الليل هناك. اعتاد الخمسة منذ أن فروا من موتريل على تقاسم الأدوار كلما أقبلوا على قرار يرهن بقاءهم طلقاء. كان الدور على أبدولاي، عليه أن يتسلل ليستكشف المكان. يحيط بالمزرعة سياج من أسلاك شائكة. فكر أبدولاي في تسلق البوابة الحديدية، ولكنه لاحظ أن الأسلاك الشائكة تعبر فوقها. قال له ماكسيم إنهم سيحاولون أن يوسعوا ما بين خطوط الأسلاك الشائكة بما يتيح له التسلل. تقدم وتبعه أبدولاي، وجاء الفتية الآخرون إلى نقطة. أمسكوا بخط من الأسلاك الشائكة وجروه إلى الأعلى. كان أبدولاي من خلفهم يراقب. بدا له أن الفتحة لن تكفي لمروره. تراجع الخمسة. مضى باباكار يتبع بنظره خطوط الأسلاك الشائكة، فلاحظ أنها تمر بمحاذات شجيرات وربما تقف عندها. قال إنه ذاهب ليتبين الأمر، وما أن بلغ تلك الشجيرات حتى لوح بيده يدعوهم إلى الالتحاق بالمكان. هرولوا إليه، وسرعان ما اكتشفوا أن سياج الأسلاك الشائكة ينتهي عند تلك الشجيرات. السياج الذي يرسم عرض الضيعة لم يكن من أسلاك شائكة. تسلل الخمسة الواحد بعد الآخر وتجمعوا تحت إحدى الشجيرات. الآن جاء دور مامادو. لم يكن في المهمة ما يجعلها صعبة. بين المكان الذي هم فيه الآن والبناية التي تتوسط الضيعة 50 إلى 60 متراً، عليه أن يقطعها بسرعة. نظر إليهم ثم انطلق. رأوه يصل ثم غاب عن نظرهم. عليه أن يتيقن من أن لا أحد هناك. مضى إلى الباب فوجده مغلقا. نافذة واحدة مفتوحة وتطل على الجهة الأخرى، تلك التي لا تظهر لهم. غير بعيد عنها سلم يفضي إلى الطابق العلوي.
ولما أيقن أن لا أحد هناك وقدر أن المنفذ الوحيد الممكن إلى الداخل هي تلك النافذة المفتوحة عاد إليهم يجري، حكى لهم عما رآه وهو ينظر إلى ماكسيم. لم يعد يخامرهم أدنى شك في أنهم هم الحالمون بالانتقال إلى بلد أوروبي آخر عثروا على مكان يأويهم نهارهم ذاك وربما لعدة أيام. تقدم ماكسيم وتبعه الباقون. في تلك الأثناء بدأت السماء تمطر. تفحص إسحاق قفل الباب وحاول فتحه. لما تأكد لديه أنه لن يستطيع انتبه إلى أن المجموعة تركته ومضت. ظن أنهم صعدوا السلم إلى الطابق الأول، صعد فلم يعثر لهم على أثر. وهو يعود أدراجه رأى في الأسفل مامادو ومعه شقيقه باباكار. قالوا له إنهم سيحاولون الدخول من النافذة. أدخل ماكسيم رأسه مستكشفا ثم دفع بباقي جسمه وصار في الداخل. لم يمض إلى أبعد، لم ينتظر الباقون إشارته، تسلل الواحدة والآخر. يبدو أن الغرفة التي ولجوها غرفة أكل، بها طاولة من خشب سميك أحاطت بها أربعة كراسي خشبية أنيقة، وفي جانب منها خزانة بوابات جزئها العلوي من زجاج. خمن باباكار أنها تضم الأواني من صحون وكؤوس. ففي مركز الإيواء هناك في موتريل كانت بغرفة الأكل خزانات للأواني التي تستعمل في المطبخ. عاد إسحاق ليطل من النافذة. مطر غزير الآن في الخارج. أحس الفتية بدفء افتقدوه منذ عدة أيام. باب غرفة الأكل تفضي إلى صالون. هناك حمام يقابله باب لم يشكوا في أنها باب غرفة أخرى. وفيما دلف ماكسيم إلى الحمام وأغلق خلفه الباب، وبينما استلقى آخرون على الصالون، تطوع باباكار لفتح ذلك الباب المغلق. التفت إليهم وهو يقول: ألا يهمكم أن تعرفوا ما وراء هذا الباب؟ أنهى سؤاله وقد أمسك بالمقبض النحاسي، وما أن ضغط عليه حتى انفتح الباب. سمعوا له شهقة ورأوه يتراجع. سقط على مامادو الذي كان يهم بالنهوض من مكانه. لعله صخب الحركة التي طرأت في الصالون ما عجل بخروج ماكسيم من الحمام. ظهر فجأة بالباب وهو يكمل ربط حزام سرواله. شهق هو الآخر لما نظر جهة الباب الذي فتحه باباكار. في عمق تلك الغرفة تحت مصباح يأتي منه ضوء خافت، امرأة مسنة تجلس على كرسي متحرك. كانت هناك تنظر إلى جهة الباب من نظارتين طبيتين ينعكس عليهما ضوء المصباح. أصيبوا جميعهم بالذهول وظلوا مكانهم كأنما شلت أقدامهم. انضم إليهم ماكسيم وشكلوا كتلة واحدة. ثم تحركت المرأة المسنة وتقدمت نحوهم. تقدمت حتى أجبرتهم على الجلوس على الكنبة. كانت نظراتها تخترق وجوههم التي تحملق فيها. أحسوا برعب شديد. من يدري، فقد تكون اتصلت بالشرطة وتنتظر وصول من سيقبض عليهم، وذاك أشد ما يخشونه الآن. مرت الدقائق ثقيلة. لم تتكلم العجوز ولم يظهر على وجهها أي تعبير واضح. وفجأة نهض ماكسيم، أليس هو زعيمهم، وقال: إننا ذاهبون، سنغادر المكان ولن نعود. ظلت المرأة تنظر إليه حتى خال أنها لم تسمعها، فعاد يكرر ما قاله بصوت أعلى. إذ ذاك تحركت بكرسيها واقتربت منه أكثر وقالت: هل تظن أنني لم أسمعك؟ ذهلوا جميعهم، إنها تسمع وتنطق. أضافت: من جاء بكم إلى هنا؟ ماذا تريدون؟ جاء صوت غير صوت ماكسيم. التفتت، كان صوت مامادو. جئنا من تلقاء أنفسنا، دفعنا البرد والجوع إلى التسلل إلى هذا المنزل، وسنرحل فورا. لن ترحلوا، قالت المرأة المقعدة. الشرطة لن تتأخر. لقد أحسست بكم منذ أن خطوتم خطواتكم الأولى داخل البيت. لو أنكم جئتم قبل بضعة أيام لكنتم وفرتم لروكي وجبة جيدة وفي أقل الأحوال متعة حين سيلاحقكم، ولكنه مات الآن. لحظتها فقط ابتسمت ابتسامة خاطفة، ثم عادت ملامحها إلى ما كانت عليه. عم المكان صمت، وصار ممكنا سماع صوت المطر في الخارج.
أيقن الفتية أنهم خسروا وأن الشرطة لن تلبث أن تحضر للقبض عليهم. قال إسحاق: لما لا نهرب؟ لم يرد عليه أحد. هي نظرة من ماكسيم أقنعته بأن كل محاولة للهرب سيكون مآلها الفشل. عادت العجوز لتتكلم: هل أنتم جائعون؟ نعم، قال بابكار. اكتفى الآخرون بتحريك رؤوسهم. انتظروا، فليأتي معي أحدكم. لا تحاول الهرب. تحركت المرأة بينما أشار ماكسيم إلى إسحاق أن يتبع الكرسي المتحرك. عادت المرأة إلى غرفتها، واكتشف إسحاق أنها تفضي إلى غرفة أخرى تبين أنها مخزن للمؤونة. حملته كيسا من الرز وبضع علب من المصبرات وتوجه إلى المطبخ. كان الوقت يمر ولم يحضر أحد من الشرطة. أعدت المرأة قدرا من الرز وأفرغت محتويات علب المصبرات في صحنين، وجاءت بملاعق وبعض الخبز. انهمك الخمسة في الأكل ونسوا أن الشرطة قد تأتي للقبض عليهم في كل لحظة. وقبل أن يبرحوا المائدة اقتربت المرأة العجوز منهم وألقت عليهم بسؤال استغربوه: هل أستطيع أن آمنكم؟ لم تنتظر إجابتهم وواصلت: سأخاطر، لن أطردكم، أنا لم أطلب الشرطة، بإمكانكم أن تبقوا معي، اسمي ماريا لويث. لم يكن الفتية يتوقعون منها هذا الموقف النبيل، وما لبثوا أن لمسوا في عينيها فرحة. لاحقا علموا منها أنها فقدت زوجها قبل بضع سنوات في حادثة سير أفقدتها القدرة على المشي، وأنها منذ إذ تعيش وحيدة في تلك الضيعة التي كان يأتي لزراعتها من تستأجرهم. قالت لأحدهم ذات مساء إن من كانت تعدهم أقرب أصدقائها تخلوا عنها، ولم يعد أحد من عائلتها يزورها. من الضيعات القريبة كانت ترى ماريا لويث على كرسيها المتحرك وقد أحضر